اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء جزءا من مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة بعد حصاره لليوم السادس على التوالي. وأفاد شهود عيان من داخل المجمع بسماع أصوات إطلاق نار في ساحات المجمع. كانت قوات الاحتلال قد أبلغت فجر اليوم الطاقم الطبي في مجمع الشفاء بنيتها اقتحام المجمع الذي يضم بداخله الآلاف بين طاقم طبي وجرحى ونازحين بزعم تواجد عناصر من المقاومة الفلسطينية بداخله.